طبعا. طب العلاقه بقى بدات ازاي؟ كانوا بصي بقى الالتزام، بصي بقى انا مخليني كانوا بيسموها عندنا في الفصل رائد الفصل. ايوه انا كنت الرائد. حلو. وانت سياده اللواء. فهي بعتاني بالجواب بتاع الفصل بتاعه علشان اوديه للنظره، وعلشان النظره تمضي عليه ان هو يتبعت لاهله. هم بعتوني بالجواب، فانت طبعا ما هنش عليك. ما رجعتش بالجواب، رجعت بالولد معايا. يا ولا يعني قعدت اتعرف عليه، قلت له استنى نقعد على السر. والله وانت عملت كده ليه؟ وكلام خد بعضه. اعترف بقى على طول، وبعدين رحت اديتي له الجواب في الجيب. واتفصل. اتفصل؟ هو اتفصل. ده انا افتكرتك ما هنش عليك تودي الجواب للنظر. لا اتفصل، بس مش قصه يعني. يعني القصه ما كملتش بقى، قبله بره المدرسه برضه يعني رديتي بيه برغم انه بقى صايع وما عندوش مستقبل في التعليم. انا بحب المتشردين. وبعدين بس امتى انتهت العلاقه يعني، او ايه اللي خلاها انتهت؟ لما اتنقل. اكيد لما ربنا هداه بقى ورجع المدرسه، اتنقل لمدرسه ثانيه، وبعدها سافر بره مصر. بس. طب اسمه ايه يعني؟ ما علينا ليه الفضايح. لا اسمه ايه؟ نعمل له باي باي كده. اسمه حسين. ياه يا حسين، يا ترى انت فين يا حسين؟ انت فين يا مش تيجي؟ ما تبقى تيجي بقى يا حسين. طب نديك بوسه كبيره يا حسين، ويا ريت ترجع لنا بقى بسرعه يعني، مش توحشنا قوي بجد. طيب الحب بقى كان ده حسين، دلوقتي بقى في مين؟ في سلامتك دلوقتي. في سلامتك. لا بجد. يا ماما فيش يا حبيبتي دلوقتي. ليه؟ في سلامتك. ما نقول ايه، الظروف بقى يعني. بني ادم لما بيكبر بيعرف الواقع الاليم، فبيبتدي يتعامل على اساس ده. طب ايه المشكله الكبيره اللي انت يعني حاطه ايدك عليها وبتواجهيها في موضوع الحب وان تدخلي في علاقه وارتباط وكده؟ اصل يعني انت قمر. بتقولي ايه المشكله؟ يعني عايزه مشاكل. طب ايه المشاكل؟ يعني لا حد بالحلاوه دي، ايه اللي تعبه في دماغه؟ بصي هي الملخص بتاعها ان انا عندي مشكله، انا مش عارفه، انا ما اقدرش ارتبط بحد بالعقل. لازم ابقى لازم بالقلب، وانا ما بحبش بسهوله. يعني هي ما بتحصليش اصلا غير كل 17 سنه مره. وبتبوظ الحقيقه. فعلى حطت ايدك بقى زي ما احنا قاعدين دلوقتي. طب قولي لي يعني لو قلنا كده مثلا في الخمس سنين الاخرانيين، كم تجربه مشيتي فيها ورا احساسك ولبسي في شجره؟ خمس سنين؟ مره واحدة. ما هو بصي أنا بقول لك يعني كل ما هي بتحصل لي كل كتير. كل كتير. وده يعني ده الغلس يعني، ده ال. طب ودلوقتي مفيش إحساس؟ لا مفيش، بعيد عني. طب مفيش عقل؟ مفيش ولا عقل. يعني العقل مش بيشاور على حد يقول خلاص نمشي الدنيا؟ مش قادرة. مش قادرة يعني في. بس أنت مش قادرة. ما طبيعي. لا بقول لك إيه، مفيش بنت في مصر ما بيجيلهاش أو ما بتقابلش ناس بالعقل كويسين وينفعوا كل حاجة كل يوم. بس هي تقدر يعني. هو ده كان فكره مسلسل وعد. فكره مسلسل وعد، مش فكره انه واحد مشغول في حياته وعشان هو مشغول في حياته فهي مشاعرها راحت لحد تاني. لا مسلسل وعد ده كان فيه حته يعني مش كل الناس خدت بالها منها، شرح وعد دي اتجوزت ازاي. وعد دي اتجوزت علشان هي من هي ما كانتش تعرف. ما هي دي حاجه الواحد ما بيكتشفهاش غير لو مر بيها. عشان كده هو مسلسل وعد ده كله عباره عن جرس انذار كده للبنات. أنا اللي قصدي أقوله من المسلسل ده كله، ما يجيلكيش توقيت من كتر ما مريتي بتجارب فشلت غلط تقومي قايلة لا 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 خلص. أنا خلاص أنا مش هاخد واحد عن حب بعد كده، أنا أول واحد يبقى زوج مثالي وكويس هيجيلي هاخده، أنا هتجوز بالعقل. لا مسلسل وعد ده بقى بيقول لها لا يا ماما، مش كل واحدة تعرف تتجوز بالعقل، في نوعية ممكن تتجوز بالعقل وفعلا تحب الإنسان اللي اتجوزته بالعقل مع العشرة وتاخد عليه وتحبه، وفي نوعية تانية ابدا لو فضلتي عايشة معاه سنين وبقت عشرة سنين صح. هتلاقي نفسك انت مش حاساه، فهتلاقي نفسك مشاعرك راحت لحد دماغها منونة بقى في حتة تانية، ترجع على نفسك ان في حاجة ناقصة بالظبط هي صح. بقى فكنت بفرجها كده، لو عملتي كده ممكن يحصل لك ايه. طب بس انت بقى الفانز بتاعك قلب الدنيا وزعلانين قوي وعايزين يعرفوا انت ليه مش هتعملوا مسلسل السنة دي. هقول لك الوقت سرقنا، فجيت في توقيت بعد ما خلاص استقرينا وتمام وكل حاجه، ببص انا والمخرج لقيت المخرج بيقول لي مي المسلسل ده ما يلحقش، ما ينفعش يتكروت او يجري او في يعني عشان نشرحها بطريقه بسيطه كده للناس عشان تفهم، في نوع مسلسلات
مهما تدخل متأخر تلحق. ليه؟ لأنه هو طريقة تصويره مش في مش مش يعني في لوكيشنين مثلا أو ديكورين كبار أساسيين ويدوب كم حاجة كده صغيرين تانيين. في نوع لوكيشن بيقولوا عليه مسلسل بيقولوا عليه اللوكيشنز بتاعته متنطورة. اللوكيشنز بتاعته متنطورة ده يعني أنت هتصوري هنا وهنا 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 وفي اسكندرية وفي كذا وفي كذا، ده بيسحب وقت طويل. ده ما يلحقش يتلم بقى لو أنت داخلة متأخر، ده لازم عشان تعمليه يبقى واخد وقته وزيادة. طب قولي لي مين أحسن ممثلة ست أنت شايفاها من وجهة نظرك في آخر 5 سنين؟ بصي أنا مش فكرة أحسن ممثلة، بس فكرة أنا بحب أتفرج على مين اللي تمثيلها بيخطفني وأنا بتفرج عليها. غادة. غادة. غادة عبد الرازق. تمثيلها ما فيهوش هزار. طبعا تحية كبيرة للنجمة غادة عبد الرازق. طب انت برضو خدتي السنه اللي فاتت اشيك ممثله في مصر. الحمد. انت بقى قبل أشيك. دول هنشوف هنشوف رايهم قبل الفرده وفرده. طب انت بقى من وجهه نظرك شايفه مين اشيك ممثله في مصر غيري؟ يعني مش لازم انا، يعني زينه قمر وعسل. زينه وتحيه كبيره ليها طبعا. الاكل يعني هو الجسم ده يتقال انه ما بياكلش حاجه. لا ليه؟ فبياكل. بياكل ايه؟ لا بصي ده بيفرم الاخضر واليابس. ده بيفرم عارفه. الحقيقه يعني لا انا قولي ما باكلش ايه؟ انا ما فيش حاجه ما باكلهاش يا شيماء الحقيقه يعني. طب ايه اكتر حاجه بتحبي تاكليها؟ في ايه؟ يعني ما انا في كل حاجه ليا حاجه، يعني في الخضار مثلا بحب الملوخيه وبحب المسقعه وبحب، انا ما فيش حاجه ما باكلهاش يا شيماء خالص. دايسه في اي حاجه. والحاجات اللي البنات ما بتحبهاش باكلها اللي هي الكرشه و كل حاجه يا شيماء. فسيخ. كله يا شيماء. بتاكلي فسيخ؟ مفيش قرف، مفيش. بصي مفيش اي حاجه اللي هو البعيده ما بتقولش لا. لا سقفه يا جماعه، دي دايسه في اي حاجه يا جماعه. ايه القمر ده؟ يعني بس والله ده نوع جديد، يعني المفروض ان الواحد يجي تقول انا الحقيقه بقرف قوي وما باكلش الحاجات دي خالص وعشان كده الحمد لله بشرتي نضرة. انت عادي؟ لا دي مفيش بشرتي نضرة، مفيش الكلام خالص. لا لا لا. طب والبنات دي، في بنات بتتقرف من اللحمه الضاني. اقوم انا قايله لها هاتي حبيبتي انا مش عادي. وبعدين ابتدي اخد بالي اوكي في ولاد قاعده. قطعه قطعه. هنطلع فاصل لحد ما اقنع مي باخر العنقود وارجع لكم تاني. استنونا ولسه مكمله معانا البرنسيسة. مكمله معانا القمر والنجمه مي عز الدين، وطبعا كلنا عندها على انستجرام. بتاكلي ايه يا مي؟ جبنه رومي بالقشطه. عامله ايه يا مي؟ جبنه رومي بالقشطه. ايه الصور دي يا مي؟ دي صوره الجبنه رومي بالقشطه. فانا عايزه افهم بقى ايه الموضوع؟ تعالي بس دوقي. طب الجين. بعدك اقسم بالله يا شيماء لو كلمتيني في التليفون تقولي لي يا مي انا بقيت باكله على طول. طب ده حلو يعني؟ يا نهار اسود. حلو ولا حادق؟ دوقي بس دوقي. حلو هو ولا حادق؟ طيب يعني والله يا جماعه كان نفسي اقول اتفضلوا معانا، بس يعني هما اتنين فانا هضربهم. اوف ما تهزريش. هو انا مش فاهمه بس حاسه. حسي. طب بما انك ماشيه بالاحساس فكله مضي عينك وحسي. طب بزمتك طعمه حلو ولا وحش؟ حلو حلو والنبي بجد. عملت بيه مديتيشن. ايوه والله عجبني قوي. نخش في الموضوع بقى وبطل حش شويه. ماشي ماشي. دلوقتي هنلعب لعبه كلمه ونص. اسالك اسئله وتردي عليا بكلمه ونص على طول كده. ماشي كده على طول كده. صحي معايا اللون. ماشي بس. طب سيبي بقى السندوتش. طب وبعدين؟ طب انا معاكي معاكي. طب يلا قولي لي دلوقتي لما انتي بتبصي في المرايه ايه اول حاجه بتقوليها لنفسك؟ عايزه اعمل مناخير. انتي لسه موضوع مناخيرك ده مقرقك؟ مش هسيبه. طب وانا اعمل ايه في مناخيري لما انتي عايزه تعملي مناخيرك؟ كل واحد حر. لا سؤال بجد أمالي. يعني لما انتي تعملي مناخيرك انا اعمل فيها ايه؟ مش اعمل لها اباده ازاله
تجريف. ردي عليا. لا ردي عليا كده بالعقل والمنطق يا ستي. انتي مش متضايقه؟ انا متضايقه. وايه اللي مضايقك؟ متضايقه مضايقاني يعني انا. ليه دي قد كده؟ لا ايه ده، مين اللي قد كده؟ والله العظيم دي قد كده صغننه خالص. لا 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 لا. طيب انتي حره بقى. قولي بس مني بس اما اشوف هوصل ليه مع الست اللي في البيت دي وبعدين نشوف. لا والله يا طنط اوعي توافقيها. يا طنط يا شيخ اوعي توافقيها علشان مناخيرها حلوه. وعلى فكره في واحده صاحبتنا راحت عملت مناخيرها وجات لها عقده في دماغها، بقت موسوسه تقعد تبص للمرايه تقول لا مناخيري وحشه مناخيري حلوه، وجات لها فوبيا. فالحقي بنتك عشان لو راحت هتروح منك مش هترجع تاني. اسمعي مني بس. طيب بعيدا عن مناخيرك الحلوه المنمنمه دي اللي انت فيها هوس مع نفسك، لما بتشوفي تاني نفسك في المرايه وبتقولي لنفسك حاجه حلوه بتقولي ايه؟ ولا حاجه. ليه؟ حاجه واحده حلوه. لا بس بقول الحمد لله على انه الواحد عارف يعني يقدر ربنا مديله وش ينفع الناس تبقى متقبلاه وهو من غير مكياج. طب قولي لي ايه اكتر بقى حاجه ما بتحبهاش في شغلانتنا؟ حاجات كتير. يعني البريك انا الحاجه الوحيده اللي بحبها في شغلانتنا التمثيل بس. بس طب والبريك؟ لا البريك مشاتلك انت يعني ما البريك ده بيضايق يعني. انا بيبقى نفسي اخد بريكين عشاني وعشان الواد اللي انا مبهدلاه بالمكياج برضه ما بيرضوش. يعني هي حلقه وصل كلها دايره في بعضها ومش عارفه اعمل فيها ايه. بص يا شيماء انا البريك اخر همي عشان انا اصلا ما بعرفش اكل. انا بقول لك مجنونه في التصوير يعني انا ما بعرفش اكل وانا بصور. ليه بقى؟ عندي حالة نفسية كده ان انا لو كلت هتقل. يا سلام. طب ما لهضتي السندوتشات اهو انت. لا انا ما انا بصور شخصية مش وانا قاعدة بتكلم. لا بس برضك يعني انت مش مقدرة التصوير بتاع برنامجي؟ حياة امي يعني ما حسسها كده ان هو حاجة. والله العظيم ما هطوليه. لا خلاص والله ما حدش واسيبه. طب نص بس. لا طيب خلاص ماشي خلاص. فمش البريك. لا انا الحاجات اللي بتضايقني في شغلانتنا كل حاجه تانية. يعني انا ما بحبش اتصور كتير. وده سبب ان انا ماليش صور كتير، سيشنز تصوير كتير على الانترنت. هتلاقي كل يعني سيشناتي قديمه قوي. عشان انا بالضربه اما بنزل اصور سيشن فوتوغرافي. ما بحبش احضر حاجات، بحب قعده البيت. يعني شخصيتي عكس ما المفروض تبقى الفنانه. ما هو انت فعلا كل اللي قلتيه يعني كل المشاكل اللي عندك ما تركبش على ممثله. لا مش ما تركبش على ممثله، هي بتودينا لحته ان انت بتحبي البيت قوي. فعشان كده مش عايزه تعملي اي حاجه ثانيه. فايه السبب؟ ايه السر بقى في البيت؟ لا مش فكره بروتا يعني عادي، بس ده يعني البيت حلو قوي كده، في تلفزيونات كتير، الثلاجه حلوه مليانه. احنا هنتكلم بقى. طب ايه احكي لنا. لا بس طب نيجي معاكي. لا بس يعني يروح. مش كله يعني. تعالي انتي. لا الليله مش في البيت. الليله في ان انا ما بحبش الحاجه اللي فيها يعني. بحب اعيش حياه طبيعيه. ما بحبش يعني ما انا السيشن يعني مثلا سيشن التصوير ده انا عايزه اقول لك على مفاجاه. انا ما بعرفش اتصرف قدام كاميرا التصوير. اعرف اتصرف قدام كاميرا تصويرنا احنا عشان تمام. ما تبقيش مضطره طول الوقت تبقي بصلها يعني. ما اعرفش اعمل اقف في الجو اللي هو بتاع ده مش والله بقف متخشبه لدرجه اللي بيصورني دايما يقول لي مي فك. اقول له ايوه فك اعمل ايه، ما انا مش فاهمه دي الكاميرا دي لغوها ازاي. لا بس ده التصوير ده حلو قوي ده، انا تعالي شوفيني في السيشن تلاقيني اروح عامله سيندي كروفورد البيت. اعملي زي اعملي زي عشان امرني. حاضر اعملي كده. يلا لكاميرتي يلا احنا هناخد لك سكرين شوت. ده كفر اسود ومايل ده. طب بصي طب اعملي الحلو اللي هو بيبقى كده ده، عارفاه بتاع كودك ده؟ عارفاه؟ لا وورايا يبقى في بقى وراكي بقى. عارفاه استوديو هاله ده؟ عارفه ابو جيتار هو جيتار. طب قولي لي ايه اغلى هديه جات لك في حياتك؟ امي جابت لي هديه في عيد ميلادي من سنتين، العربية الجديدة بتاعتنا دي ما شاء الله. فدي كانت غالية عليا قوي، بس غالية عليا عشان هي كمان جابتش أغلى، عشان هي بس أغلى هدية. تحية كبيرة لوالدة الفنانة العسل مي عز الدين. وتعيشوا وتهدوا بعض يا رب. يا رب يا رب. طب قولي لي إيه أسوأ صفة في الرجالة ما بتحبهاش؟ طبعًا أنتِ قاعدة تفركي عايزة تغسلي إيدك، أنا واخدة بالي. خلاص ما انا هرشت بقى. طيب. ايه الدماغ راحة يعني بينا. ما تطوليش في الفاصل. هطلعك فاصل بس ماشي. يعني ايه على طول كام أوكي. سؤال بس صغنطتي. ايه بتقولي السؤال كان ايه؟ اسوأ صفة بتكرهيها في الرجالة. البخل. البخل. طبعا انت مقضيان براندات ما احنا لسه قايلين. بيتك بقى. ايه؟ طيب. ده يوم اسود. لا البخل وما بحبش الكذب.
احب الراجل يبقى صاحب كلمه وما يهموش بقى، يعني المهم ان هو يبقى صريح وواضح. ما بحبش اللف والدوران ابدا، بكرهه. طب يعني قولي لي على البخل كده، يعني امتى تقول الراجل ده بخيل؟ لا بيبان. موقف حصل لك طيب واحد كده شايلك انت الشيك؟ لا حصل ودفعتي؟ امال هعمل ايه؟ هتعملي ايه؟ صحون ولا هعمل ايه؟ لا تمشي تدبسيه هو. طب احكي لي قال لك ايه؟ اصل الحجج في المواقف دي بتبقى كتير قوي. لا عادي ما قالش حاجه الحقيقه، فضل قاعد عامل عبيط. عادي اه ويلا نقوم. طب ماشي قولي له يلا نقوم حاسب. قلت له؟ ما هو ده بقى. ما قلتلوش؟ لا لو انت مكاني يا حبيبتي. لا بس مش كده بس، انت بتعرفي مش من المواقف دي بس، انت بتعرفي من حاجات كتير. تعليق على حاجات، الطريقه اللي هو عايش بيها. فلا البني ادم شغال وطالع روحه في الدنيا علشان يبسط نفسه، علشان القرش اللي هو تعب فيه يحس ان هو اتهنى بيه. يعني احنا مش عاملين الفلوس عشان نقعد نكنزها، يعني تاخدها معاك وانت بتموت. لا دي عايزه واحد مبزراتي بقى. سلام عليكم. ايه نسيبنا من الموضوع ده ونطلع فاصل ونرجع لكم تكون غسلت ايديها وفقت ورقت كده. استنونا مع القمر مي عز الدين. ولسه معانا ومنورانا النجمة الجامدة جدا 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 مي عز الدين. الحمد لله تمام. طب قبل ما ندخل في الفقرة كلميني عن المعجبين اللي هنا، الشباب اللي معانا هنا في الاستوديو كل ما مي تبص لهم يعملوا لها كده، هم علقوا ولا ايه الموضوع ده؟ طبيعي؟ لا هو يمكن عشان عارفين كمان انا ما بتصور مع الفانز اقعد اعمل لهم كده. فانت ماشيه بقى بالقلوب على طول. يعني انا رومانسيه عشان يعني. انا رومانسيه ورايقه رايقه جامد يعني. حتى تشوفي كوريا بأمارة السندوتشات اللي اتضربت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الفشه والكرشه والكوارع وجايه في اي حاجه والفسيخ، ان كنت نسيتوا اللي جارة هاتوا الحلقه تتقرى. غلطت عمري، فضحت نفسي معايا هتفضل ماسكالي بقيت. انتي جيتي. طب يلا نلعب لعبه. قول دلوقتي اللعبه بتقول ماذا لو؟ هسألك سؤال ونطلع لك ثلاث صور تختاري منهم لازم الاجابه حاجه واحده منهم. اوكي؟ ماشي. يعني كلها اسئله افتراضيه. اوكي. حاجات بره الواقع. افتراض. اطلقي العين اللي فكرك واسرحي. اوكي. ماشي؟ ماشي. طيب لو انت دلوقتي مسافره لمده شهر ومش هيبقى معاكي غير شريط واحد هتقعدي تسمعيه هو 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 طول الشهر ده، تختاري يبقى الالبوم دوت بتاع مين؟ شيرين ولا انغام ولا اصاله؟ سؤال سهل وبسيط. بيتك يا شيماء. سؤال سهل وبسيط. ما بحبش الاسئله دي بقى. افتراض. اله الا الله. خسرونا الناس عن مثل ده. لا انت هتفرجي مني في اول سؤال. بصي انا لو مودي مبسوطه هتلاقيني اسمع شيرين. يبقى شيرين عشان ما تكملش. لا عارفه هتقعد تقولي قلت لو زعلانه يبقى سافر شيرين واختاري شيرين. لو هاديه كده و خلاص انت اخترتي يبقى انغام الحقيقه. قولي لي لو صحيتي الصبح لقيتي نفسك راجل. يعني انا مش عارفه هتيجي ازاي بس يعني يبقى راجل يعني موزع قوي. طيب فتبقي تختاري تبقي مين من دول؟ احمد السقا ولا هنيدي ولا كريم عبد العزيز؟ بصي هو انا بحب في كل واحد فيهم حاجه بس انا طموحاتي بتشطح ساعات. انا كان نفسي ابقى في جرأه والقلب الجامد بتاع احمد السقا. يبقى احمد السقا بس. طب قولي لي لو دلوقتي هترجعي بالزمن لورا وهنشيل روحك ونحطها في جسم واحده من الفنانات دول، تختاري تبقى مين؟
نادية لطفي ولا ماجدة ولا فاتن حمامة؟ وأنا قصدي ما أجيبش زبيدة ثروت عشان أقفلها لك. ماشي 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 بزنقك. لا كنت أحب أبقى نادية لطفي. يا بنت يا عسل يا نادية لطفي أنت يا صغنة، وتحية كبيرة للفنانة نادية لطفي. بس بس عايزة أقول لك على حاجة، أنا لو كان شكلي زي نادية لطفي ما كانش زماني قاعدة هنا معاك يعني. ليه؟ ليه؟ كنت هتلاقي قمة الغرور اللي في الكون. لا لا كنت أشوف نفسي قوي. أنت قمر برضو دلوقتي أهو، أنت على نفس المستوى، خلي بالك أنت في نفس الرينج بتلعبوا في حتة واحدة. لا معلش دي النضارة السوداء لوحده يتكلم. النبي يا النبي يا اختي، النبي يا اختي لبستها في البيت، ابص يمين ابص شمال في المراية، ما في مش جايبه رمعاها انتي. طب قولي لي لو هتقدمي برنامج توك شو وهيشاركك في البرنامج ده واحد من المذيعين دول، تختاري مين؟ توفيق عكاشة، مصطفى بكري، احمد موسى؟ عندما يعجز اللسان عن الكلام الحقيقة فالابتسامة تكفي. دي حقيقة يعني مش عارفة أنا كنت هنسجم مع مين فيهم. حقيقة يعني مش حاسة أن الشخصية هتيجي مع حد يعني. يعني أنا لو سألتيني أختار العكش، تحسيه كميته راكبة على كميتي. أنا نوع نزغط بطة وناكله ونضحك. أنت بقى بكميتك تمشي مع مين؟ خلاص أنا همشي على كلامك العكش. وتحية كبيرة لتوفيق عكاشة. طيب لو اتعرض عليكي بطولة 3 أفلام هيتصوروا في نفس الوقت وتختاري بس واحد فيهم هو ده اللي انت هتعمليه، تختاري انه يبقى قصاد مين؟ واحد قصاد عادل امام، واحد قصاد محمود عبد العزيز، واحد قصاد احمد زكي مع حفظ الالقاب، الثلاثة اساتذة الكبار طبعا. لا لا مفيش، انسي بقى. لا افتراض. والله ابدا افتراض. اصل انا ما اشتغلت، والله انا اشتغلت مع استاذ محمود الله يرحمه، انا اشتغلت مع استاذ محمود بس معلش بقى يعني استاذ احمد زكي كنت اتمنى اقف قصاده، والزعيم اتمنى لغايه النهارده اقف قصاده. يبقى هنعدلكوا السؤال ده بس، وتحيه للزعيم عادل امام والفنان